الأخير اللي شارك فيه سعد المجرد بدبي تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات جماعات بين سعد المجرد والفاشونيستا الكويتية روان حسين، واللي ظهروا في بواد حميمي بأحضان بعض، ولكن اللي لفت الأنظار أكثر هو تقبيل سعد ليد روان لحظة قدومها إليه. وهذا هو الأمر اللي ثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الخليجيين اللي صبوا لجام الغضب ديالهم على روان، متهمينها أنها كتساند مغتصب في إشارة القضية سعد في فرنسا، بل والبعض أيضا شكك أن هناك علاقة عاطفية كتجمع بين روان وسعد وممكن تكون وصلت حتى لزواج سري. ومن جانبها الفنانة المغربية مريم حسين دخلت في خط أحداث وغردات أن ما حصل معها خلال رقصها في عيد ميلادها واللي اعتبروا أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خادش للحياء منذ عامين، فإنه نفسه اللي قامت به روان حسين في الإمارات. والجدير بالذكر أن سعد المجرد قدم عرض غنائي مميز في الحفل اللي قام به في دبي بعدما قررت قناة أون المصرية عدم عرض الحلقة ديالو اللي سجلت معه في البرنامج ديال سهرانين، وأيضا تم إلغاء حفل سعد المجرد اللي كان غيقوم به في مصر على خلفية الاتهامات اللي مازال كيواجهها سعد في فرنسا وأيضا أمريكا باغتصاب 3 فتيات. حتى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين عملوا هاشتاغات كثيرة كتحارب تواجد سعد المجرد بمصر، منها مش عايزين المجرد في مصر وسعد المجرد مغتصب. فهل غادي نشوفوا قريبا خروج سعد المجرد وروان حسين الإعلان عن زواجهم ولا غير علاقة صداقة؟ مجلتك حياتك.